بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه خفايا طب البديل وتفسير الاحلام. نبدا على بركه الله في حلقه اليوم، وهي حلقه مهمه ومهمه للغايه، عن الحروق وعن علاج اثار الحروق، الاثار القديمه او الحديثه يمكن التخلص منها بشكل نهائي وارجاع الجلد للشكل الطبيعي بنسبه 100%، بما معناه انك مهما ركز على ذلك الجلد لن تتوقع أو تصدق أنه أصلا كان محروق. نبدأ على بركة الله. بالنسبة لي آثار الحروق أو الحروق بصفة عامة، الحروق هذه من أسوأ 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 الأشياء اللي ممكن تحدث للإنسان. لماذا؟ لأنها بتحدث فجأة، وأكثرها بتحدث في المطبخ، بتحدث لطفل، بتحدث لامرأة، بتحدث فجأة وبشكل سريع وبشكل يعني درامي. هذه النقطة الأولى. الشيء الثاني السيء فيه انه بيكون ألمها حاد وألمها لا يمكن انك انت تتخيله، بيحس به فقط اللي متعرض من قبل إلى الحرق. الشيء الثالث والأسوأ انك انت بتترك يعني أثر، الأثر هذا أثر صعب جدا، أحيانا بيأتي مثلا في الوجه، بيأتي في الجسم، بيأتي في أماكن، أحيانا بيبقى هذاك الأثر. الأثر هذا الحل العلمي الموجود ليه هو عملية فراكشنال ليزر. انتبه جيدا، فراكشنال ليزر، لم تذهب لاخصائي ليزر، ما تذهبش مثل الكثيرين بيذهب الى جراح مثلا تجميل او شيء، لا، بيذهب الى اخصائي ليزر بيطلب منه هذا النوع فراكشنال ليزر. في الكثير جدا من الانواع، وتحاول انك انت تعمل عده جلسات 4-5 فبتشفى. هذه النقطه الاولى يعني على جنب، يعني هذه معلومه بتكون انت عارفها. الشيء الثاني اللي راح اتكلم عليه اليوم اشياء مفصليه ورئيسيه بتعملها سواء كان للحرق الحديث، يعني الآن حرقت بتعملها فورا، أو إذا كان لديك الحرق قديم جدا بتبقى معاي، سوف أعلمك الطريقة اللي من خلالها بتصل بإذن الله تعالى إلى نفس نتيجة الفراكشنال ليزر، يعني التخلص بشكل نهائي وكامل وشامل من أثر الحروق. الحروق أول شيء نتكلم عليه، الحروق هذه المشكلة العويصة اللي صاحبت الإنسان منذ اكتشاف النار، واصبحت هذه المشكله يعني موجوده، وايضا في عصرنا الحالي الان اصبحت يعني هذه المشكله بتزايد، يعني متزايده يوميا، في حالات يوميا في مشاكل حروق. المهم الحروق ثلاث انواع اللي هي او ثلاث درجات. الدرجه الاولى اللي هي بتصيب سطح البشره وبتكون الجلد فيها محمر، يعني هذه بتميزها انت هكذا. الدرجه الثانيه بتصيب طبقه اعمق من البشره، تسمى هذه الطبقة بالأذمة، بتميزها اللي هي عن طريق وجود احمرار ووجود بعض البالونات أو الفقاقيع اللي على الجلد. هذه أعرف مباشرة أنه هو بيكون من الدرجة الثانية اللي هو الفقاقيع. هذه ينصح أيضا الناس اللي هي لما تظهر لهذيك الفقاقيع يصير ينقبها ويتخلص منها، ما تعبتش بها، خلاها لوحدها إلى أن يتخلص الجسم منها ويتعامل معها، لأن هذيك مهمة جدا في مسألة الشفاء. تمام. الدرجة الثالثة اللي هي بتصيب الطبقة الأولى اللي تكلمنا عليها الجلد، وبتصيب الأدمة، وبتصل أيضا حتى إلى الأعصاب، وبتصل إلى الجلد بشكل عام. يعني الجلد هذه الدرجة الثالثة بتكون الجلد فيها، بيوجد فيه حبوب اللي هي حبوب بتجدها مثلا هكذا بيضاء بالكامل وعليها حبوب، أو بتجدها متفحمة سوداء وعليها أيضا حبوب. هذه اللي هي الدرجة الثالثة، وما يميز الدرجة الثالثة أنها بتكون ما فيهاش ألم نهائيا. لماذا؟ لأن الأعصاب انتهت أو تلفت. إذا لاحظت كتنويه، يعني إذا لاحظت أن الشعر بيزال مثلا هكذا من الحرق، هذا أعرف أنك أنت الحرق هذا من الدرجة الثانية، بس عميق شوية. يعني هناك حتى أطباء بيشخصوا الدرجة الثانية والثالثة، بيخلطوا فيما بينهم. المهم هذه هي الأشياء اللي يجب عليك أنك أنت تقوم بعرفها. أنواع الحروق، الآن تكلمنا عن الدرجات. أنواع الحروق اللي هي إما عن طريق سائل ساخن، أو عن طريق ملامسة النار أو الاحتراق بالنار مباشرة، أو أهم شيء اللي هو الاحتراق، وأصعب شيء يعني هذا الاحتراق بالمواد الكيميائية. هذه نوع صعب شوية، انتبه جيدا، إذا حرقت بمواد كيميائية
تروحش طبعا تسكب عليها الماء مباشرة، لا، تقوم بتنفيضها بمكنسة بشيء معين تتخلص منها نهائيا، وبتنتبه حتى انت لما بتعملها يعني اذا بتسعف شخص بعد ذلك يمكن استخدام الماء، لانها بتتفاعل وبتصبح أسوأ العملية. تمام. المرحلة الثالثة او النوع الرابع اللي هو الاحتراق بالكهرباء. الاحتراق هذا بالكهرباء مشكلته مشكلة لا يمكن انك انت تتخيلها. احيانا الناس تتعرض لصعقة كهربائية قوية، الاحتراق بيكون في الداخل في العروق، يعني مش باين على الجلد، يعني الانسان لما بيموت من صعقة كهرباء بيتفحم، انما الاحتراق الداخلي احيانا كثير جدا من الناس اللي هي بتتعرض لصعقة قوية راه بتكون عندها حروق من الداخل هي مش منتبهت لها، وبعد ذلك تجدها بعد فترة معينة بيبدا تظهر لها امراض مزمنة اللي هي غدة درقية، سكر، ضغط، اللي هي ناتجة عن الاحتراق الداخلي اللي ما قامش بعلاجه. لذلك الصعقة الكهربائية يستحسن انك انت تراجع فيها دكتور. سوف اعطيك انا اللي هو شيء معين ينفعك ايضا في مسألة الصعقة الكهربائية. تمام. الآن نأتي إلى الأخطاء اللي بيعملوها الناس في إسعاف المريض. إسعاف المريض، الأخطاء اللي بيعملوها بتأتي أول شيء بيضعوا المعجون، معجون يوجد فيه مادة الفلورايد فما تضعوش معجون على الجرح. ثاني شيء اللي هو ما تضعوش أيضا الثلج، هذا الأكثر الفيديوهات الآن المنتشرة على اليوتيوب تجدها فيها الملايين حتى من المشاهدات بتشرح طرق، راه الطرق بالكامل هي يعني 90% من هذه الفيديوهات الطرق فيها خطأ أو ناقصة. اليوم سوف أعطيك الطريقة المضبوطة. المهم ما تضعش ثلج، ما تضعش معجون، ما تضعش أي شيء. الطرق السليمة لي إسعاف المريض أول ما يحدث لديه الحرق اللي هي كالتالي، لكن سوف أعطيك شيء في نهاية الفيديو، شيء مهم جدا جدا جدا. المهم يجب عليك أنك أنت تبقى في هذا الفيديو للنهاية لكي تستمع لي، لأن إذا ما استمعتش لي راح يفوتك نصف حياتك. المهم الإسعاف الأولي أنك أنت بتأتي بالمريض، إذا كان مثلا درجة من الدرجة الثالثة الحرق والتياب ملتصقة بالكامل في الجلد، لا ينصح انك انت تقوم بنزع هذه الثياب لانها راح تشيل معاها الجلد، يعني راح تسبب مشكله اكبر. المهم تقوم بوضع وضع اليد او مكان الحرق تحت المياه الجاريه مده 10 دقائق الى ربع ساعه، لكن انتبه جيدا ما تجيش تضع مباشره. الكثير جدا منكم بيخطئ في هذا الامر، من هنا بدات الاخطاء اللي بتسيب اثر. بجيب بيضع المياه في نفس المكان اللي محروق فيه، هنا بصير يصب هنا المياه، فهذه بتسبب اللي هي توسع في الأنسجة اللي بالتالي بتسيب الأثر. لا، انت مثلا محروق هنا، المياه بتنزل من هنا بالضربة الأولى، هذيك اللي في الصنبور بتنزل من هنا وبعدين بتنزل على اليد. هذه الخطأ الأول. في شيء ثاني تستطيع انك انت تقوم بعمل مهم للغاية وبينزع الألم في نفس الوقت، بينزعه وايضا بيخرج الحراره، اللي هو بتخلط المياه بالخل، بتخلط مثلا كميه من الخل، لان الخل فيه حمض الاسيتيك اللي ليه اللي هو ليه الخصائص القابضه، بتقبض الانسجه هذه اللي صارت فيها الحراره يعني، وايضا بيخرج الحراره اللي بيستخدم حتى في بعض حالات مثلا الحمى وكذا، بيعملوا جوارب فيهم طرق طبعا بدائيه بس فعاله بتخرج الحراره، فهو اصلا بيمتص الحراره، مجرد انك انت تخلطها مباشره راح تذهب هذيك الحراره او بتختفي مباشره. انا انصح شخصيا بالخل والماء في المساله هذه، ممكن تضع اناء كبير مثلا وتضع فيه خل وتضع فيه اليد الخاصه بك، المهم مده ربع ساعه اكثر اقل. هذه النقطة الأولى. الآن بالنسبة للعلاجات الممكنة، بعد ذلك طبعا مباشرة بتذهب أنت إلى الدكتور، يعني هذا كإسعاف أولي. إذا مثلا حبيت أنك أنت تعالج في المنزل فيمكن أنك أنت تعمل هذه الوصفات، لكن انتبه جيدا، علاج الحرق يجب أنه يكون علاج داخلي ويجب أنه يكون علاج خارجي. الناس بتخطئ كلها بتعالج الحرق من الخارج، وعلى فكرة من الأخطاء أيضا اللي بيستخدمها بعض الأطباء اللي هم مثلا بيكونش اخصائي حروق وتجميل، بيكون مثلا دكتور عام او شيء بيد ابوله، فبيعطيهم اللي هو مرهم بيكون مضاد للفيروسات، مضاد للجراثيم، لانه بيخاف ان هذاك الجرح ما بيحكي فيه طبعا التهاب. لماذا؟ لان المشكله هذه ما تاخذش انت مرهم، لان المرهم هذا راح يتداخل مع الحرق
حرق، فبالتالي مش راح تنبت الجلد بالشكل السليم، وراح يبقى هذاك الاثر، زائد انه ممكن يكون ملون هذاك المرهم، بيكون فيه لون فبينبت عليه الجلد تحت هذاك اللون، بيصبغ فبيصبح مثل الوشم. واكثر الناس طبعا بتعمل هذه المشكله. ايضا في حتى ناس بيخطئوا في بعض الدول، فبيقوم بوضع البويه اللي هي بويه الكنادر هذيك على الجرح او على الحرق، فايضا بينمو لها اللحم وبتصبح مثل الوشم. تمام. الان ساعطيك الوصفات السليمه والوصفات السريعه واللي تعمل عمل السحر في مسألة الشفاء من الحروق. سوف أعطي وصفة الأولى، هي وصفة عامة للعالم بالكامل. الوصفة الثانية راح تكون وصفة خاصة لسكان دولة الجزائر. لماذا؟ لأن هذا العلاج لا يوجد إلا في دولة الجزائر. نبدأ على بركة الله. الوصفة الأولى اللي لدي اليوم أو المعروفة، هي حتى في معروفة طبعا في التراث القديم جدا والكتب القديمة للغاية معروفة هذه الطريقة، بس بتختلف من دولة إلى دولة. أنا الآن سوف أعطيك الطريقة المضبوطة. الوصفة كالتالي: أول مكون لدي اللي هو تأتي بشمع العسل. انتبه جيدا، شمع العسل. إذا كنت في دول شمال أفريقيا بتأخذ اللي هو شمع العسل، لما تكون هذيك النحلات بتنتج عسل من شجرة أو عسل دغموس، اللي هو يعني بيتغذى على شجرة الدغموس المعروف في شمال أفريقيا. إذا كنت في باقي العالم بتأخذ اللي هو شمع العسل الخاص به، بينتج يعني البردقوش اللي هو يعني العسل البردقوش المعروف، تأخذ الشمع هذاك الخاص بهذيك الخلايا، أو بتأخذ اللي هو السدر، أو إذا ما حصلتش بتأخذ أي نوع من أنواع اللي هو شمع العسل. عادي جدا، جميعها راه فعالة، ما يدخلكش الوسواس وكذا. تمام، هذه النقطة الأولى. تأتي بكمية من شمع العسل، بتخلطها مع كمية من زيت الزيتون، بيكون فيها طبعا كمية شمع العسل أكثر بشوية من زيت الزيتون، وبتسخن اللي هو إناء كبير فيه ماء، وبتضع فيه اللي هو إناء بيكون موضوع فيه الخليط هذا، وتصير تخلط من اللي هو ما يعرف بحمام مريم. بتسخن المياه، يعني ما بتسخنهاش مباشرة على النار، وبتصير بتخلط بتخلط. يمكن إضافة هذه الوصفة حتى إذا عملتها أنت بشكل يعني لوحدها هكذا، بتضعها طبعا أنت بعدين على المكان الحرق، وبتلفها بشاش وخلاص، بتخليها طبعا يومين ثلاثة، وبعدين بتصير تزيلها، هي رح تيبس على ذاك المكان الحرق. المهم بتزيلها وبتعقمها من أو بتغيرها من جديد، بتكرر نفس العملية، وبتوضع هذاك الخليط الخاص بالشمع العسل وزيت الزيتون. يمكن إضافة لهذا الخليط شيء ثاني، صفار بيضة، تكون بيضة عربية، ما هيش من بيضة السوبر ماركت، وما هيش حتى بيضة عربية فقط، يجب أن هي تكون بيضة عربية ملقحة من ديك، إن إذا كانت يعني الدجاجة ما عندهاش ديك، فما بتكونش فيها المكون اللي هو ما بتكونش فيها نسبة الكولاجين عالية. كيف أنت بتعرف البيضة ملقحة أو لا؟ بتأتي بهاتف، تضع البيضة هكذا مثلا في مكان مظلم، تشعل الفلاش الخاص بالهاتف، إذا ظهرت لك فيها نقطة سوداء بتكون البيضة ملقحة. المهم بتخلطها وبتضع أيضا على المكان الحرق. ممكن تعملها بطريقة البيضة هذه وممكن لا. أيضا أنا أنصح شخصيا، يعني إذا بتسألني، إذا ما حصلتش البيضة فبتضع مع شمع العسل وزيت الزيتون، بتضع مقدار من ماء البصل. ما هو ماء البصل؟ ماء البصل انت بتعصر البصل فبيطلع منها مياه، اما بتعصرها في العصاره عاديه او ابحث في اليوتيوب استخراج ماء البصل، تضر كثير جدا من الطرق. بتضع طبعا كميه تكون معينه من ماء البصل. لماذا؟ لان ماء البصل فيه ماده الكولاجين بيحفزها بشكل سريع للغايه، فبتخرج بتغذي الجلد، يعني بتساعد في بناء الجلد، لان فيها فيتامين اي بشكل عالي جدا وفيتامين سي بشكل عالي جدا، زائد ان هي الماده الوحيده اللي بتبني الكولاجين بشكل طبيعي. الكولاجين هذه الطبقه اللي حرقت او الجلد اللي حرق في جميع طبقاتها. تمام. الشيء الثاني اللي يمكن انك انت تستخدمه طبعا نفس الطريقه وبتغير زي ما اخبرتك. الشيء الثاني الموجود لدي وهو للجزائريين، ايضا من الاشياء اللي ممكن تضيفها الى هذا الخليط، انك انت بتاتي بقطعه من التين الشوكي اللي هي بتنبت عليها التيمار، مثل هاتي تاتي بها القطعه هذه، بتزيل منها الاشواك، بس بتكون منتبه لان شوكها يعني
صعب شويه. المهم بتزيل هذيك الاشواك، ممكن تاخذ هي مفك او شيء بتشيل بها الاشواك. بعد ذلك تقوم بقصها على الاثنين. بعد ذلك تاتي بملعقه او شيء، تجد مثل الهلام مثل الكريم يعني موجود في داخلها اللي هو ما يعرف بجل الصبار. تقوم بكشطه وتقوم ايضا بضربه في الخلاط وبتضيفها الى هذه الخلطه، لان بيعمل ايضا عمل مهم جدا في التئام الجروح والحروق. ولذلك اغلب على فكره حتى اغلب الاماكن او اغلب المطابخ الموجوده في السويد وموجوده في الدول الاسكندنافيه وحتى موجوده على فكره في الولايات المتحده لو شاهدتوها انتم في الافلام، تجد ان المطبخ موجود فيه اللي هو دائما وابدا الصبار، لكن هم عندهم الصبار العادي هذا ما فيش اشواك، فانت تكون اقل موجود عندنا نحن في المنطقه العربيه، فانت اكبر بكثير جدا. المهم هذيك لماذا واضعينها؟ لان مجرد ما يحترقوا مباشره بيقوموا باللي هو قطع ذاك الصبار واخذ الجل اللي بيكون طبيعي وبيقوموا بدهن على اليد، لان الموجود في الصيدليات وغيرها بيكون طبعا داخل فيه اللي هو المواد الكيميائيه، ويعني انا شخصيا لا احبها. المهم هذا ممكن تضيفه الى الوصفه هذه او ممكن تعمله لوحده، المهم بيجيب نتائج ونتائج فعاله وفعاله للغايه. ومهم للغايه اللي هو شجره تسمى، مش موجوده هذه الا في الجزائر، لا يوجد لها لا اسم علمي ولا غيره ولا شيء. تأتي بشجرة، انتبه جيدا الجزائريين، حتى هي الجزائر ما شاء الله رقعتها كبيرة، فبعض منهم مش سامع بهذه الشجرة أو ما بيعرفهاش أو تعرف باسم ثاني موجود هناك. شجرة تسمى بمغرس طرس أو مرسقوس، توجد طبعا عند العطار، أو مجبر حريق يعني بتجبر الحرق، معروف هذه من أيام القدم. هذيك بتأتي بهذيك الشجرة، توجد هي عند العطار، بتأتي بالجذور الخاصة بها، بتحفر عليها، بتجدها طبعا هي شجرة صغيرة، بتجدها بتحفر على او بتجدها انت عند العطار اصلا موجوده هي، توجد في مناطق القبائليه وفي مناطق تيزوز والمناطق هذه يعني موجود، فهي موجوده عند كل العطارين في الجزائر. تحفر تاخذ الجذور، الجذور هذيك بتظهر لك مثل البطاطا، بتقوم بتقشيرها نفس ما تقشر البطاطا، وتقوم باللي هو تقطيعها، بتحطها في مياه اللي هو مده مثلا على سبيل المثال نفترض ساعة. بعد ذلك بتخرج هذيك القطعة اللي هي مثل البطاطا وبتضعها في مياه اعلى النار، تكون نار هادئة التدفئة فقط، ما تحرقهاش وتخليها تفور، مدة 5 دقائق مش أكثر على نار هادئة، المهم نحن نريد أن هي تتلين بس القوام الخاص بها. بعد ذلك تقوم ببشرها، تقوم بضربها في الخلاط براحتك. يفضل هو أنك أنت تقوم ببشرها بالمبشرة أحسن من الخلاط. ما بتكون طبعا بتبشرها وبعد ذلك تقوم بإضافة لها مياه وتقوم طبعا بضربها بالرحاية، ضربها في الخلاط. المهم بعد ذلك تقوم بتصفيتها، بتشيل البواقي هذيك، بتشيلها يعني بترماها إذا في بواقي طبعا بتصفاها أنت بالصفاي، والماء اللي بيخرج منها بتضع في درجة حرارة الغرفة، هذه لازم تكون موجودة عندك دائما وأبدا، تكون حاطه هكذا، بترجع لها ثاني يوم بتجد هذاك المياه لوحده تحول الى كريم ابيض. تقوم بدهن به او بتخليه، هذا دائما لازم يكون عند اي شخص جزائري لازم يكون موجود لديه هذا الشيء. اول ما تقوم انت بوضعه على الحرق في خلال لا اريد المبالغه من الربع ساعه الاولى راح تبدا تحس في الفارق او يختفي الالم ويبدا حتى الجلد يعود مباشره، هذه النبته شبه معجزه. هناك طبعا احدى الشركات التركيه بتعمل هذا الكريم مسمياته بكريم البرهم، لكن طبعا لان مدخلين فيه بعض المواد فما بياتيش بالنتيجه بنسبه 100%، بياتي ب 80%، المهم يمكن ايضا استخدامه. تمام، هذه بالنسبه للشجره هذه اللي هي مغرس قرص. أنا سوف الآن أعطيتك الشيء هذا، أريد أني أنا أعطيك الآن شيء أنا متأكد أنه هو بيصدمكم جميعا، ومتأكد أن الكثير جدا منكم لن يقبل بهذا الشيء وبينظر لأنه هو يعني ما هذا، بس الحقيقة هي بالتجربة شيء يعني ماليش تفسير علمي وماليش أسس علمية، إنما هو المجرب والملاحظ بالتجربة وعلى ضمانتي وأنا متأكد 1000000%.
إذا حرقت تعرضت لحرق مباشرة الإسعاف هذا إسعاف غريب جدا، وبعض منكم حتى بينظر له بشكل ديني إنه هو غير محبب أو شيء، قم بالتبول على مكان الحرق، تنتبه. طبعا هو صح البول، أنا أعلم أنه هو يعني كل سموم وكل أشياء مثل هذه، بس بيوجد فيه مواد اللي هي بتمتص الحرارة، يعني الألم خصوصا هذه بتنفع مع الحروق الدرجة الثالثة أو الحروق اللي بتكون عن طريق المواد الكيميائية، بيكون ألمها رهيب. فمباشرة مجرد أنك أنت تضع البول على أي نوع من الحرق مباشرة بيختفي الألم وبيرجع الجلد يبنى من جديد. مفيش أي تفسير علمي، بس إذا لاحظت هذا الشيء راح تلاحظ وراح تبقى مستغرب، يعني أنا مستحيل أعرف أنه هو نجاس أو أنه هو لكن الشيء هذا شيء غريب جدا لا يوجد لي أي تفسير علمي، ومجرب مليار في المئة. الآن أخبرتك أنا عن الأشياء اللي ممكن تعملها أنت يعني كدهان خارجي. شيء ثاني يجب الانتباه ليه اللي هو بتغطي الجرح أو مكان الحرق مباشرة، بتغطيه طوال فترة أقل شيء شهر، بتغطيه على الشمس، وبعض الناس مش عارفة أنه يجب أن يتغطيه حتى من الإضاءة العادية الخاصة باللمبة، لأن الجلد هذا بيكون حساس للغاية، كل ما غطيته أكثر كل ما الجلد تأكدت أنه هو حتى لو درجة ثالثة الحرق بيخرج اللي هو جلد طبيعي، يجب أنك أنت تغطيه، شاء أي ضوء مهما كان باهت بتتأثر به مباشرة. تمام، بس نتكلم عن الأشياء الطبيعية اللي يجب تأخذها من الداخل لضمان ظهور طبقة الكولاجين السريعة ولضمان خروج جلد سليم. أول نقطة يجب عليك أنك أنت تأخذ البردقوش، لماذا؟ لكي توازن عمل الهرمونات وعمل إفراز الميلانين. لماذا؟ لأن الناس بيبقى هذاك الأثر، وفي البداية أخبرتك أنك أنت لو حصلت شمع عسل البردقوش بيكون أفضل، ما حصلتش عادي استخدم الوصفة هي مضمونة 1000% وبتعالج أي نوع. المهم البردقوش لما بتاخده بيعدل إنتاج الميلانين، هنا بيحدث فيه خلل في الجلد الجديد فبيخرج بلون مغاير، وهذاك هو ما يعرف بالأثر اللي هو خلل الميلانين. تمام، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يجب عليك الإكثار من شرب شوك الجمل، لأن بيتخلص من السموم. إذا ما عندكش شوك الجمل وكنت في أوروبا استخدم إما مغلي أوراق الزيتون أو استخدم اللي هو شوك الحليب، هذا معروف في أوروبا موجود. إذا في المنطقة العربية استخدم الهندباء أيضا لو ما حصلتش شوك الحليب، أو استخدم أقل شيء أوراق السدر تشربهم اللي هو يوميا، بتغلي وبتشرب لي كمية ملعقتين في كأس ونص من الماء، بيغلي الماء بتضيف هذيك الملعقة أو الملعقتين لمدة ربع ساعة وبتغطي مدة خمس دقائق، مش ربع ساعة، خمس دقائق وتقوم بشربهم، هذا يوميا. الشيء الثاني يجب عليك يوميا خلال هذه الفترة، أهم شيء اللي هو تشرب ماء البصل قدر الإمكان. ماء البصل مثلا كمية مثلا ربع كاسة وبتضيف عليها المياه وبتشربها، لأنه بيحتوي على كولاجين وبيحتوي على هيبارين بشكل لا يمكن تخيله، وهو الوحيد اللي بيعمل وبيرجع لك اللي هو شكل، بيعطيك عن نفس نتيجة الفراكشنال ليزر، بيعطيك نفس النتيجة. بالنسبة هذه الأشياء اللي يجب عليك أنك أنت تقوم بشربها داخليا. الناس اللي عندها الحروق القديمة تعمل نفس الطريقة، لكن بتنتبه أنت راح تأخذ وقت أطول، وإذا كان مثلا عامل مثل الكرمشة أو شيء اللي هو ما يعرف به النسيج العنيف، هذه بتعمل الحروق وبتعمل الجروح، لأن هي الكولاجين هذا اللي نحن نريد أن نحن نبنوه، هذا لما الإنسان بينجرح أو بيحصل حرق مدة حياته يعني يستطيع الجلد أنه هو يكون نفسه مدة 6 أشهر، بعد ذلك بيصير فيه فاصل بين هذه الجلد هذا وبين الكولاجين اللي تحت اللي هو ما يعرف بالفاصل بالنسيج العنيف. النسيج العنيف هذا اللي بيمنع نشوء هذه الطبقة. المهم هذه كيف راح تعمل؟ راح تقوم بدهن مع البصل أو مع هذه الوصفات، ويجب دائما وأبدا أنك أنت تقوم مثلا بدهن بشكل عنيف هكذا حتى تذوب هذاك النسيج العنيف ويبدأ في إنتاج الكولاجين، بس راح يبدأ ببطء. أيضا الناس القديمة أو الحديثة إذا لاحظت مثلا إحمرار مثلا مع هذه الوصفات، إحمرار مثلا الجلد كبر نوعية الإحمرار بصير فيه وخز ومثل الحكة، ما تحكاش وما توخزاش، إن هذاك عرف أن الكولاجين بدأ يشتغل، وكل ما اشتغل الكولاجين بيكون أفضل وبتصل إلى النتيجة
النتيجة المضمونة. هذه الأشياء اللي ممكن تعملها وهي أشياء مؤكدة بفضل الله سبحانه وتعالى وأكيدة، وأنا شخصيا جربتها على حروق حتى من الدرجة الثالثة وعميقة وغريبة حتى من نوعها، وترجع إلى الشكل السليم. المهم الناس اللي عندها حروق راه ممكن تبقى حتى ثلاثة، قديمة طبعا تبقى حتى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر مواظب أنت على هذه الوصفة، بتعملها كل يوم مثلا في الليل إلى النهار، وراح تبدأ أنت تلاحظ في في شكل طبعا الجلد كيف يعود. الكريمات الثانية ممكن تستخدمها المفضلة، تستخدمها طبعا بعد ما يشفى الجرح، بس بتواظب عليها فترة طويلة، هي إما كريم ميبو اللي مستخلص يعني من العسل، أو تستخدم اللي هو الإي 45، هذا مهم ومجرب ومعترف به في المملكة المتحدة بريطانيا، العلاج الأول للحروق أيا كان درجتها وأيا كان نوعها، وبالفعل بيعطي نتائج رهيبة، أنا شخصيا جربته. الشيء الثالث اللي هو كريم الكونتراكتيوبيكس، أيضا بيعمل نفس العمل، وأيضا إذا حكاتك أو حسيت بنغزات ما تلمسهاش، أعرف مباشرة كل ما نغزت أكثر وحكت بتكون هذه عند بعض الناس بتكون أفضل، يعني إذا ما حكتش راح تأدي بنفس النتيجة، وإذا حكت أو نغزت بيكون جيد. المهم بس كونتراكتيوبيكس خود الألماني ميدن إن جيرماني، هذا الوحيد راه اللي بيأتي بالنتيجة. النوعية المصرية حسب تجربتي أنا الشخصية لا تأتي بأي نتيجة، النوعية الهندية الباكستانية لا تأتي بأي نتيجة، الألماني فقط. المهم كان هذا هو الموضوع، هذه هي الحلقة الخاصة بالحروق، هذا هو العلاج المؤكد والأكيد والسليم. بالنسبة لقصة اللي هي البول هذه، إذا استغربت منها فمن حقك أنك تستغرب، بس تأتي بعلاج رهيب، وأيضا حتى الجلد اللي بينمو جلد سليم، وبيساعد حتى في مسألة اللي هو عدم ترك هذاك الأثر. تفسير علمي، لا يوجد أي تفسير علمي، ولكن هو الملاحظ بالتجربة. أشهد أن لا إله الله وأشهد محمد رسول الله. كانت هذه الحلقة، الآن اضغط على زر الاشتراك، شوف الآن أسهل هذا الفيديو تجد مربع باللون الأحمر، قم بالنقر على زر الاشتراك، وأيضا دعمنا بلايك وشارك هذا الفيديو على أكبر نطاق لكي يصل إلى الجميع. السلام عليكم ورحمة الله.